الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام وجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى اللهم صل على رسولك سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منبوس باللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منبر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى في الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه جبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة للعاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأثقال والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا بيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب صابع وأن صلوا عنا الطاعون والبلاء وتعزمنا من انزال قهرك والوباء واحتجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون اللهم لا تؤاخذنا بسوء افعالنا ولا تهلكنا بخطايانا اللهم انا نسالك ان تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الاكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد وآله الأقرار وصحابه الأخيار اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل مفدد الكروب وعلى آله وصحبه مبارك وسلم اللهم صل على نهود الأنوار وسر الأسرار ودرياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وصحابه الأغيار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر حق بالحق والهادي إلى
صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره مقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلي وفاطمة والحسن والحسين وخديجة الكبرى أم المؤمنين وعلى آله وصحبه صلاة تحل بها العقدى وتفرج بها الكربى وتزيل بها الضرر وتهبد بها الأمور الصعاب صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه وما صليناه إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهداء والصديقين والصالحين وإلى أرواح ساداتنا الشهداء البدريين والهديين وزائد الشهداء رضوان الله تعالى عنهم اجمعين والى ارواح جميع اولياء الله تعالى من مشارق الارض الى مغاربها صغيرا وكبيرا ذكرا وانثى كلهم اجمعين خصوصا وإلى عمرة شيخنا شيخ المشارق والمغارب أوصى الأعظم سلطان محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره اللذيذ وإلى عمرة شيخنا سلطان اللارفين السيد الشيخ أحمد الكبير اللفاعي قدس الله سره اللذيذ وإلى عمرة شيخنا أبي الحسن الشاذلي قدس الله سره اللذيذ وإلى حضرة شيخنا شيخ الهند خاجة غليب نباس سلطان معين الدين الجشتي الجميل قدس الله سره اللذيذ وإلى حضرة شيخنا قاضي الواصل الكمال الدين القادر قدس الله سره اللذيذ وإلى حضرات سائر مشايخنا رضوان الله تعالى أنهم أجمعين. اللهم زد شرفنا لا شرف فضلنا لا فضل وكرامتنا لا كرامة ومنزلتنا لا منزلة لديك. اللهم أمدنا بمدد وأفض علينا من بيوضات واحشرنا في زمرة وعد علينا من بركات وأسرارهم يا رب العالمين وإلى أرواح جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وأهلينا وأقاربنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلى أرواح جميع المدفونين في بلدنا هذا وإلى أرواح من ماتوا منا وإلى أرواح من نويناهم خصوصا وإلى حضرتك من اجتمعنا هاهنا بسبب متلون القرآن العظيم وكلنا وله وليا وبنا وبه هفيا. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم وقبره روضة من رياض الجنان. اللهم لا تجعل قبورنا وقبورهم وقبره حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل ثواب ذلك فداء لنا وله ولهم من النار واجعل ذلك فكاكا لنا ولهم وله من النار. اللهم إن قالوا محسنين فزد في حسنات وإن قالوا مسيئين فاغفر لهم وتجاوز عنهم ولقهم برحمتك رضاك وقهم فتنة القبر وعذابه ولقهم برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثهم آمنين إلى جنتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسهم مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثقل الأبيض من الدنس وأبد لهم دارا خيرا من دارك وأهلا خيرا من أهلك وزوجا خيرا من زوجك وجيرانا خيرا من جيرانك وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر فتنته من عذاب النار.
اللهم اغفر لحينا ميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا وتوفه على الإيمان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأقربائنا ولأحبائنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولتلاميذنا ولمن أعاننا ولمن أحب وأحسن إلينا ولمن لهم حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا بالدعاء ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظنا وإياهم يا حفيظ ويا فياض من جميع البلاء والأعداء والأمراض. اللهم ربي يسر ولا تعسر، ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا وإيمانا كاملا، ربي دمم بالخير والسعادة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا أفرج همومنا واكشف كروبنا وأد ديوننا وأصلح أحوالنا بلغ أعمالنا واقض حوائجنا وحوائج من أوصانا واستوصانا بالدعاء. اللهم اشف أمراضنا وأمراض مرضانا يا شافي يا كافي يا معافي لا شفاء إلا شفاء. اللهم اشف أمراضنا وأمراض مرضانا يا شافي يا كافي يا معافي لا شفاء إلا شفاء. اللهم اشف أمراضنا وأمراض مرضانا يا شافي يا كافي يا معافي لا شفاء إلا شفاء. واشف صدور قوم مؤمنين ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم. اللهم أصلحنا وأصلح أئمتنا وأمتنا وقضاتنا وولاتنا وولاة أمورنا وعلماءنا وفقهاءنا ومشايخنا وأساتذتنا، واجعل أمورنا بأيدي خيارنا حتى يقودنا إلى خير من هو خير منا. اللهم انصر جيوش المسلمين وفك أسر المأسورين وقض الدين للمديونين، واكتب اللهم الستر والسلامة علينا وعلى والدينا وعلى مشايخنا وعلى أساتذتنا وعلى جميع الحجاج والغزاة مسافرين فاضلين واردين في برك بحرك أجمعين يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والجذب والقحط والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منا ما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان جميع المسلمين مع القرى عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرم وزيارة روضة نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رؤية حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في كل وقت وحين. اللهم نبر بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن أسرارنا واشغل بالاعتبار أفكارنا. اللهم وقنا شر وسابس الشيطان وأجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك محبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى
لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل التوفيق رفيقنا والصراط المستقيم طريقنا، واوصلنا إلى خير مقاصدنا، واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أطعمنا وأطع من أطعمنا، واسقنا واسق من سقانا، واقسنا واقس من قسانا، بطعام الجنة وشرابها وكسوتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم يا عالم السر والنجوى ويا كاشف الضر والبلوى، اجعل لنا في جميع امورنا فرجا ومخرجا، واجعل عاقبتها رشدا. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا، اللهم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك سلط علينا شيطانا عدوا بصيرا بعيوبنا، مطليا لا عوراتنا، يرانا هو وقبيله منا إذ لا نراهم. اللهم أيسه منا كما أيسته من رحمتك، اللهم قنط عنا كما قنطه من عفوك، اللهم باعد بيننا بينه كما باعدت بينه وبين جنتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعزنا وأعز الإسلام والمسلمين، ولا تذلنا وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءنا وأعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم دمرهم يا قهار وأهلكم يا جبار. اللهم دمرهم يا قهار وأهلكم يا جبار. اللهم دمرهم يا قهار وأهلكم يا جبار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا منهم واخذ من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعزنا ولا تذلنا، ولا تخيبنا، ولا تضيقنا، ولا تفضحنا بين رؤوس الخلائق، لا في الدنيا ولا في الآخرة، بمحض فضلك الكريم وبجاه سيد المرسلين، وبحقوق هؤلاء الشرفاء المذكورين، وبحكم رمة هذا الشهيد العظيم، وبحرمة هذا اليوم العظيم، وبحرمة هذا المجلس العظيم. آمين 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 برحمتك يا أرحم
ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. أبي حمزة الكرار عم المصطفى أسد الإله وسيد الشهداء. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. حسبي ربي جل الله. ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. من قال آخر كلامي قول لا إله إلا الله دخل الجنة. جددوا إيمانكم ونمجروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.